يقول أحد الأشخاص عمل مقطعا مصورا للأحياء القديمة والطينية، فيمر على الجدر التي من الطين فيقبل الجدار ويشمه، فما حكم هذا الفعل وهل يعتبر من التبرك المنهي عنه؟ إيش هو؟ أحد الأشخاص عمل مقطعا مصورا للأحياء القديمة فيمر على الجدر الطينية التي من الطين فيقبل هذا الجدار ويشمه، فما حكم هذا الفعل وهل يعتبر من التبرك المنهي عنه؟ هنا وش يقبل له وش يشمه؟ لماذا يشمه ويقبله؟ لأنه يتبرك به ويعتقد فيه أن فيه بركة وأن فيه خير نعم.